أنا من أسبوع قدمت لحضراتكم حلقة عن العاصمة الإدارية الجديدة، وصورت من البرج الأيقوني، وقلت لكم ما بين يوم التصوير ويوم العرض ارتفع البرج ده 4 أو 5 أدوار كمان. عايز أقول لحضراتكم إن كان البرج ده ناقص له حوالي 10 أدوار أو 12 دور عشان يكتمل. النهاردة اكتمل البرج، يعني أنا في خلال 14 يوم أو 15 يوم منذ يوم التصوير لغاية النهاردة خلص البرج خلاص، علشان الناس تعرف كمية وحجم الإنجاز والإنتاج اللي بيحصل في هذا البلد. أنا هوريكم جزء من اللي احنا قدمناه لحضراتكم، ثم هنتقل بكم للتقرير النهاردة اللي بيحتفل فيه عاصم الجزار، وواقف على آخر دور في هذا البرج. نشوف جزء من الحلقة بتاعتنا. قناة الحياة والحياة اليوم وفريقنا قررنا ان احنا ننزل ونخش مع حضراتكم الى قلب العاصمة الإدارية الجديدة. قررنا ان احنا ننزل في وسط سحابة الغبار اللي انتوا شايفينها دي، فنكتشف ان انتوا بتتكلموا على منطقة بيدخلها 200-300 ألف مهندس وعامل كل يوم الصبح. بتتكلموا على منطقة ممتدة 20-30 كيلو متر بيتعمل فيهم في وقت واحد كلهم مباني. بتتكلموا على منطقة كاملة، عاصمة كاملة بتتبنى في وقت واحد وهتتفتح في وقت واحد. المكان اللي انا واقف فيه ده المرحلة الاولى من البيزنس ديستريكت او منطقة الاعمال. المشاريع اللي ورايا دي هي البرج الايقوني الرئيسي، وهاخدكم كمان شوية وهنطلع فوق ونتكلم عنه، وحواليه مجموعة الابراج بتاعته. البرج الايقوني ده المرحلة الاولى، هو والابراج اللي حواليه والفنادق اللي فيه حوالي 18-19 برج وفندق. بعدها هتفاجأ ان لا، مش هي دي العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية أيضا المناطق السكنية، العاصمة الإدارية أيضا المدينة الأولمبية، العاصمة الإدارية أيضا الأوبرا اللي اتبنت، العاصمة الإدارية هي البورصة المصرية اللي خلصت، العاصمة الإدارية هي منطقة الوزارات ومجلس الوزراء واتخاذ القرار، العاصمة التنفيذية لمصر تنتقل. 32 مبنى وزاري زائد مبنى مجلس الوزراء خلصوا تماما، انتهوا من البناء والفرش وكل الكمبيوترات والأجهزة والتكنولوجيا وكل حاجة اتعملت وخلصت تماما فيهم. قدامهم هنلاقي وهوريكم النهاردة أيضا كل الأنظمة وكل المؤسسات المصرية اللي ليها علاقة بالإجراءات الحكومية تنتقل إلى هذه العاصمة الإدارية الجديدة اللي احنا حققنا بيها بالنسبة للعالم إنجاز غير مسبوق. ده كان جزء من الحلقة اللي احنا قدمناها لحضراتكم. الحقيقة كانت ردود افعال كثيرة جدا جدا، وطلعنا البرج يومها وصورنا اعتقد في الدور 49، لان انا يعني ما حبيتش اطلع اكثر من كده الحمد لله، انما في ذلك الوقت كانوا في الدور حاجة و60. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان البرج ده من المفترض يوصل الى اظن 87 او 78 دور، انا بس متلخبط في 78 دور كويس او 74 دور، بخلاف الادوار اللي هي الاساسية بتاعته من تحت. ايه رأيكم؟ هسيب حضراتكم مع التقرير بالاحتفال بانتهاء البرج اللي انا كنت واقف قدامه ده من اسبوعين. يعني انا هسيبكم علشان تشوفوا الانجاز ده بيحصل بسرعة ازاي وبينجزوا ازاي بهذه السرعة في مصر النهاردة.